بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم معانا النهارده. النهارده الموضوع بتاعنا موضوع جذاب، موضوع من نوع جديد، موضوع خفيف كده ولطيف. فيمكن انا جا في مخي دلوقتي بيت شعر كده بيوصف موضوعنا شويه. واحد بيقول للتاني ايه؟ يا ثقيل الظلال تحرك كي تمر ريح العشيه، انك في الكثافه كالارض ولكن للأرض ميزة الجاذبية. فالنهاردة الموضوع بتاعنا هو موضوع الجاذبية. هديكوا بعض النظريات اللي ليها علاقة بالجاذبية عشان ناخد فكرة كده في الموضوع ده، ونحاول بعد كده نفهم ازاي نتعامل معاه في الحياة بتاعتنا. اول حاجة، لما نمسك اي بطارية كده بيبقى فيها قطب هنا مكتوب عليه زائد كده والتاني ناقص كده، يعني ده موجب وده سالب. لو مسكنا بطاريتين قصاد بعض او مغناطيس اتنين قصاد بعض وحطينا موجب وسالب هيقربوا على بعض. لو حطينا قطبين زي بعض، بطاريتين زي بعض كده او مغناطيس اتنين زي بعض، هيبعدوا عن بعض. بتشوفوها في العاب كتير، لما نحط مغناطيسين قطبين زي بعض يزقوا بعض بعيد، قطبين عكس بعض يقربوا على بعض. جسم الانسان فيه قطبيات والارض فيها قطبيات. قطبيات جسمنا هنلاقي ايه؟ هنلاقي ان الرجل اليمين قطبيتها تختلف عن الرجل الشمال، وبيتغيروا القطبية بالنهار وبالليل. يعني ممكن واحدة تبقى دلوقتي ناقص والتانية موجب، وبعدين تبصوا تلاقوا ايه؟ بالليل بتعكس، اللي كان سالب بقى موجب واللي كان موجب بقى سالب. الايدين كذلك، لكن تملي في كل الحالات الايه؟ الايد دي تختلف في القطبية عن الايد دي، والرجل دي تختلف عن الرجل دي، العين دي تختلف عن العين دي. فجسمنا بيتعامل تملي بقطبيات مختلفة. الراجل والست نبص نلاقي ان القطبية بتاعت الراجل من قدام عكس قطبية الست، ولذلك يبقى ايه؟ حتى على مستوى الطاقة في ايه؟ في جاذبية بين الراجل والست عشان القطبيات المختلفة. طيب لو جينا حبينا نعمل حاجة بحيث تقلل الجاذبية، طب ما انا اشوف بقى حاجة اقلب القطبيات بحيث ما تبقاش ايه؟ ما تبقاش مختلفة، احاول اقلبها زي بعض. هنبص احد الطرق اللي ممكن تعمل كده. انا هجيب البطارية دي، وده جهاز اقدر اظبطه، جهاز وتري اقيس بيه القطبية. انا ظبطه دلوقتي، فشوفوا كده الموجب بيلف يمين وعلى السلبي يلف شمال، فاقدر اقيس بيه قطبيات الاشياء. يعني لو مسكت صوابعي كده هلاقي ان كل صباع بيلف في اتجاه شكل، فحتى صوابع الانسان فيها قطبيات. طب هعيد نفس الحكاية تاني ونشوف هل هما هيقعدوا مختلفين ولا ممكن يتغيروا. حاجة عجيبة حصلة. ايه اللي حاصل دلوقتي؟ عمال يلف جامد كده، كلها قطبية ايجابية على كل الصوابع، في حاجة لغت القطبية دلوقتي. طب انا كنت بعمل ايه؟ لغيت ازاي قطبية جسمي؟ ازاي الانسان يقدر يغير القطبية الكهربائية بتاعت جسمه؟ حاجة بسيطة جدا. ان انا كنت بقرأ في سري، قريت شوية قرآن في سري، فالواحد اثناء الصلاة والعبادة النورية اللي بتطلع دي
بتلغي كل القطبيات. لان ايه؟ لان النورية دي حاجة ليها علاقة بشيء خارج الزمان والمكان، يعني هو المجال الطاقة بتاعي بيتفاعل بحاجة من خارج الزمان والمكان، فبتلغي كل القوانين بتاعتنا وخلت القطبية كلها واحدة. طب اذا الانسان لغى القطبية دي زي ما انت شفته، فبقى كله موجب، والارض بتبقى بالنهار ليها قطبية وبالليل ليها قطبية، يعني الارض وهي بتتغير بالنهار والليل القطبية بتاعتها برضو بتتغير. طب لو انا خليت القطبية بتاعتي كلها واحدة، ما بقاش فيه القطبيتين اللي برضو الجاذبية بتتعامل معاهم، بقى فيه قطبية واحدة. القطبية دي لو الواحد قعد يركز عليها جامد قوي ويزودها جامد قوي، ممكن في الاخر نبص نلاقي ان القطبيتين لما يزقوا ضد بعض ممكن قوة الزقة دي تبقى اقوى من الجاذبية، يوم الواحد تبص تلاقي وزنه بيخف، وفي الحالة دي يبص يلاقي نفسه الجاذبية ما بتأثرش عليه. دي بتحصل امتى بقى؟ قلنا في وقت العبادة. هنشوف في حاجة طريقة تانية موجودة في الطبيعة لإلغاء الجاذبية. في عالم نمساوي اسمه فيكتور شاوبرجر. فيكتور شاوبرجر ده كان راجل بيدرس الطاقة أساسا بتاعة المياه وكده، وهو من أكبر وأهم علماء هذا القرن، اللي يمكن ناس قليلين قوي بيسمعوا عنه، لكن الراجل ده عمل حاجات في غاية الغرابة. أول تجربة عملها هي الآتي: جاب فتلة كده وشبك فيها جسم بيضاوي، وجاب خرطوم مية هنا، وخلى خرطوم المية ده بزاوية معينة، يعني بزاوية كده مش من فوق كده، بزاوية ينزل ايه على الجسم البيضاوي ده، بحيث ايه المية تلف حواليه حلزوني كده. بصوا لقوا ان الجسم البيضاوي ده بيطلع لفوق، بدل ما المية تزقه لتحت المية بتشده لفوق، يعني المية تنزل كده وده يطلع كده. بالتجربة دي ابتدى يفهم ايه بقى؟ ابتدى يفهم حاجات كتير جدا في الطبيعة. بص لقى ان الكلام ده فهمه ايه؟ فهمه ازاي السمكة ساعات نبص نلاقي السمكة كده التيار المية ماشي كده، وهي بحركة بتتفاعل حلزونيا مع الحركة دي فتقدر تمشي في الاتجاه عكس المية، يعني عكس اتجاه المية كده تروح طالعة كده. ابتدى يدرس ان بعض الطيور في لما بياخد الطير زاوية معينة في الجو تقل جاذبيته، لما يتعدل تاني يرجع لوزنه الطبيعي فيقدر ينزل لتحت. النظرية دي بتاعت شاوبرجر نظرية هامة جدا. ابتدى هو فعلا يعمل الآتي: موتور بشكل بيضاوي، ويخلي الحركة حلزونية تلف حواليه فيبتدي الوزن يعمل كده، ويركب على الموتور ده كابينة كده، وبقى عنده طائر. لما جسم الطبق ده يلف يدي الحركة الحلزونية للطاقة حوالين المركز البيضاوي، يقوم الطبق يعلى في الجو. وفعلا فيكتور شاوبرجر عمل للألمان أول أطباق طائرة، عملها فيكتور شاوبرجر. ولذلك إذا كنا بنفتكر إن الأطباق الطائرة دي جاية من كواكب أخرى، لا، الحاجات دي ابتدت في العشرينات في النمسا وفي ألمانيا، وفيكتور شاوبرجر عمل الحاجات دي اللي هي في الحرب العالمية الثانية كان طيارات الحلفاء
بتشوفها ومش قادر تفهم هي ايه دي، وتقولك اضواء بتتحرك بسرعه جدا وتطلع وتنزل. فهي هنا الايه فكره فيكتور شاوبرجر دي. انا الحقيقه كنت بدرس في الاشكال الهندسيه وبشوف طب بدون يعني الحركه دي هل في بعض الاشكال الهندسيه اللي اقدر اشكلها تتفاعل مع الطاقه تقلل وزنها. فوانا بدرس الكلام ده قلت ايه، طب ما لو في اشكال بتتفاعل مع طاقه الارض وتتفاعل وتدي طاقه نوريه، لو زادت الطاقه النوريه دي ما هتقلب القطبيه، فممكن الشكل يترفع في الجو. وبعدين قريت النظريه دي ابتديت اقول ايه، طب ما يمكن الطبيعه بتتعامل مع الجاذبيه، ما يمكن حاجات كتير في الطبيعه بتستعمل الشكل ده عشان تقلل وزنها. يعني يمكن ورده معينه كده على الساق كده يقول طول ما هي في الشكل ده وطاقه النمو، طاقه النمو معروف انها بتبقى حلزونيه، تقوم ايه تقوم تساعدها في تقليل الوزن. وانا ببحث في النظريات دي لقيت ان في حاجه بصراحه يعني لما درستها وحللت الطاقه جواها وعملت لها قياسات حاجه غريبه جدا جدا، حسيت بقدره الحكمه الالهيه دي. لقيت ان الرحم عند الست شكله كده، هنا المبيض وهنا المبيض، الشكل الخارجي ده هو احد الاشكال اللي انا كنت دارسها في علم البيوجيومتري عندي عشان اتعامل مع ايه، اتعامل مع الجاذبيه. فكنت عامل شكل كده والشكل ده كان ليه علاقه بالجاذبيه، انا رسمت تقريبا مش مظبوط. فجيت لقيت ان طب ما هو الشكل ده لما بيركب جواه البيضاوي كده لما بيحصل حركه النمو، يعني لما يبقى فيه جنين هنا ويبتدي حركه النمو بنلاقي في النمو في طاقه بتمشي هنا، لما الطاقه حلزونيه تمشي هنا يعني بيبقى في حركه داخليه، حركه داخليه في الجدار ده، الحركه الداخليه دي حلزونيه، بنبص نلاقي ان وزن الجنين على الام بيخف. فشوفوا يعني رحمه ربنا وقدرته ان الست لما تبقى حامل ويبتدي الجنين يتكون ربنا بيخفف وزنه عليها، دي حاجه من رحمته موجوده في جسم الانسان. فلو احنا بندور على قوانين الجاذبيه، فقوانين الجاذبيه موجوده جوه جسم كل امراه اثناء الحمل. وده يعني لما نشوف كده ازاي الجاذبيه بتتفاعل كده، ده دي يمكن اهم من الاطباق الطائره. يعني ليه؟ لان دي موجوده في جسم كل السيدات اثناء الحمل. فبكده بيبقى عندنا فكرة عن تعاملنا مع الجاذبية، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.